طيب جزائري اللي نهار اليوم ما راحش نكون وحدي، راني نستنى في صويلح يوصل. رايحين نرحبوا بالمتنافسين اللي معانا. محمد علي من تونس، اهلا بك. نازك من فلسطين، اهلا بك. وراح يكون محمد من العراق. نهار اليوم واش اخترنا؟ اخترنا السردين. السردين احنا من العادات تاعنا والتقاليد تاعنا نديروه الشطيطه، نديروه دولمه سردين، ولا نديروا السردين المقلي بالدرسه. المايسترو رشيد خدعنا بطبق هايل اللي هو شطيطه سردين بلا ما نساو الدرسه. سردين هذه مجهود الساعه اللي هذه في البرغر باش يفيها العزيز. وي شنو قلت لك؟ كاين سردين. كاين سردين. كاين سردين. كيف راح نطيبوها سردين؟ تاع شتا تاع سردين، روح جبت سردين باين براهم سردين. تبيع لهم؟ بيان سور نبيع لهم. باطل انا خويا خاطر. اي مسقمت لنا يما ويما ديما هذه خويا سلعه راهي. انا نخليك خويا. تهلا انا خاطيني خويا. انا رايح. السلام عليكم. وعليكم السلام. تربع الرشيد. سردين. ماتينا سلام. مهبولة خويا محمد علي. لاباس خويا. واش راك؟ تاع نهارنا تاع اليوم. كيف؟ ما تسخرش. كيلو. هذه من بعد كي تدوخ تشوف. استنى نحط لك الميزان. حط. دير مارغرين وشوف الميزان. سردين. سردين فريش. ماتيني. يا صاحبي راهي انا قريب كيلو ورطه. يا بابا. ايوا هكذا لاباس. هكا مش كيلو. هكذا شحال هكذا؟ لا هكذا. ايوا. مساج ما نصلح. دير. ايوا. ايوا. هاي. هاي الله يربح. هاي دير ثم ودي لنا الميزان عاد نازك. هاي سردين. واش نازك لاباس؟ جيب معاك الميزان خويا محمد علي. واش راكي؟ كيف اصبحتي يا سيدي؟ الحمد لله. كيفك؟ الله يهنيك. اليوم نقول لك حاجه، اليوم ديري فيها شطيطه سردين مهبوله. ماتيني سردين فريش. هذا هو كيلو. الكيلو لازم هيك، لازم يعمل هيك. اي والله ينزل. انا لحقنا المسقي هذوك ثاني. ما خلوش بنادم يخدم في غرضه ولا كتب لي فيا. لاباس جيب البول يا ودي. ما كان والو. واش راك محمد؟ لاباس خويا. إيه؟ الله يهنيك. انا جاي دوك نرشخك بكويل ولا باس. اي والله. سردين ماتيني. شوف هذه تديها. هذه تديها طبعا. هذه طبعت فيها يا محمد جيلي. واش فيها هذه حقي ولا مش حقي؟ لا حقك. بس خلاص. بس ما بحقك يولي حقي. على حقك مش حقي. انا ماشي تعني بس تندي لك. مش نعطيك مصاري. هاي يا جيلي. هاي كلوها الدوقة على الدنيا يا ابو محمد. رفدينا الميزان. الله يحفظك. يلا سردين فريش. واش خويا محمد؟ يا هلا. لاباس. انتظرك صار لي ساعة. يا سيدي ما كذبان ما والو كاع. مبين. اي وراك هذه اليامات. انت بدا تمر، بدا تجي تسال علي شو اسوي. الله غالب انا البور هذاك بني البور هذاك. واليوم على بالك مع الموفيطون. السلعة كان شوية قليلة بصح خويا جابوا واحد السيبيا تبل سيبيا. الخطرة الجاية ان شاء الله نرشقك بها. ان شاء الله. اي والله. دير تشوف الميزان. دير الميزان. سردين صافي اليوم. ماتيني صاحبي واش بهم راقدين هذوما ما يجوش يتخضعوا. اي والله بسم الله. السردين الله عيني لحق على السردين. حي هسه طلع من البحر. يلا عيني السردين. داري لدي دادي دي 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 دري لدي 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 دري لدي دي. طلعت خويا محمد. طلعت. عاود نحطوها سكيم يحط خويا محمد حوت ما تخلط الناجم الميزان. عندك بلي الميزان هو كلش. اش تسوي؟ اي والله استنى تشوف النحي هذه. يا نحي هذه راهي. حجي بيم بام. حتى ثم كيلو. قلت لك كيلو. ايه كيلو. هذا شحال؟ مو نص كيلو، كان كيلو. تاح البركه. ايها كيلو على مش كيلو. البركه شوف. ذا تريد البركه شوف. معليش ماشي خساره فيك. وهذه زوج حبات. وهذه ثلاث حبات. شوف الميزان. روح ماشي خساره فيك. معليش جيب لنا البول. دقيقه حبيبي. الميزان هو يحكي. ماشي خساره فيك. معليش لاباس. المفروض تعطيني هذه كلها. ازيد لك هذه. روح من عندي كاع لاباس. ومعرفه الرجال كنوز. جزيريين بوخلفيين. راك شو طلع. جيب البول. ما شاء الله. جيب البول. اي والله. دير السردين وخلينا بنادم يروح يخدم على روحه. اليوم اصبحت لاباس. اي والله. شنو صباطك؟ شبيه؟ وش بيه؟
وي صباطي لاباس كاروت كات خويا كاروت كات اي والله هذا ترابور العزيز واللي يصرى هذه تيزو شيف كيف كاع كيف كيف كي اللي يصرى كيني خلاص وراك رايح استنى حط حط شحط يرحم يمك اي والله سيري 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 ايوا محمد اي الله يربح اي الحاج السلام عليكم ربي يعاونك ويا درع والديك شكرا لك رجع لنا لاباس شتيت حقاش من بعد مع المايسترو مدوق من هالعين وهالعين والله تدلل الحاج هاي الله يعاونك حم والديك الحجي انا نضرب دار هذوك انا في الباطي ما تكش معنا نكمل هذه السلعه سريين 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 ماتيني شتيت حا زيرية بالسردينة عندي عليها فكرة صغيرة دونك باش نعملها شتيت حا عربي باش نحط فيها شوية فلفل مرحي أحمر حار وشوية فلفل عكري متاعنا متاع تونس البهارات متاع تونس شوية وباش نعمل مزيج بين البهارات متاع تونس ومتاع الجزائر وانتي نازك نعرفوا ان السردين بيحب كثير الكمون فرح اعملها بالكمون ومحمد من العراق اول مره اسوي سردين فكرت اسويه على شكل اصابع مع المرق واذا بقى لي وقت احتمال اشوي منه تبادر الذهني انه ادخل عليها التمر الهندي التمر الهندي يعطي مذاق في نوع من الحموضه والسردين والاحواد الاسماك تتناغم ويا الطعم الحامض هذا الكمون العكري درس الحارة هاد العراقي موت على الحموضية شبيكي ما فهمت انا ياكلوا كلش حامض واقيل ما مديسار ياكلوا حامض مور مامون شتي الحاسر دين سهلة دوك صادي بو كي يزيدوا لها النكهة تاعهم صادي بو كيف راح تكون محمد علي بريبارا السردين وراهو مع الطوماطيش شغل لي زونشواي اما العراقي مسكين تبليزة هذا وين قلنا بسم الله حالة ريهانية بالصح خاص فيها المايسترو بيان سوري أحمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وش راك دير؟ نقلي في السردين تخليه بلا فارينة بلا والو هكذا أيه هكذا صح ما يلصقش هكذا كي تكون الزيت حارة ما يلصقش شوف شوف إلي تنحى جرب واش العراقي حددنا بوزلوف سرديني ها شوفوا يزغل ها يتحرك ها هو يتحرك هو يتحرك سي نورمال يتحرك راهو بمصارنو كيفاش ما يتحركش مصارنو شنو غادي مصارنو هذا اه ها خرجت حبه ها طلع حبه راح تقلي السردين هكذا شويه راح تقلي السردين هكذا هذه اول مره هذه اشتغل قال لي سردين فاجأت يعني راح من ذهني انه لازم انظف البطن بطن السردين هذا براس ولا مصارن كلش محمد طفي هذه اول مره اسوي سردين طفي 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 عاود بدا من صفر عاود بدا من صفر محمد مرقة تاع البحر اه كون جبت له شي ما تاع بحر غير باش يزيد يديروا في لاصوص سردين بمصارن وين السردين على بالك انا وصوي الحكين دوقه آه. لازم ديرنا الشربات معه شربات انا شربات بمصارن شربات من صارن لا الشربات ديرنا عرفتوا شنو هي شربات شربات ندير بالقارص الحمد لله ما بي مصارن أه؟ الحمد لله ما في مصارن راح ديرها لنا بالقارص راح دير في احنا في الجزائر نديروها بالقرفه ونديروها بالياسمين ونديروها بالمزهر ما شاء الله لكن انت نخليك ديرنا كاش فكره هكذا ان شاء الله ان شاء الله اوكي ان شاء الله ان شاء الله تبدا ان شاء الله ان شاء الله انت اوكي الله. شكرا شكرا نازك السلام عليكم عليكم السلام واش اخبارك اهلا وسهلا واش راح تديري لنا اليوم الفكره تاعك تاع فلسطين واش هي
انا راح احط شويه هيل اليوم. هيل؟ ايه بدي احطها شويه في الصلصه، وبدي اعمل جنبها رز، فانا راح اخلي المرق مرق بتومه، بس راح احط الرز لانه احنا عندنا اكله اسمها الصياديه بتيجي رز مع سمك. راح نطلب منك حاجة. نعم. راح تزيدينا معاه شربات. لمسة فلسطينية. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله، شكرا. السلام عليكم. سلام. وش أخبارك؟ صافا الحمد لله. صافا؟ صافا. وش راك دير؟ السردينة نتاعي فارسية لا تونيزيان كيما كومبليت دو بواسون لا تونيزيان، جو فيزيتي في التستيرة نتاعنا من الداخل. وش راح تحط فيه؟ تحط فيه خضار؟ فلفل. إيه؟ عظمة. وربع كعبة طماطم ونسطروهم مليح. ايه ولا نعملها جور ميلفي دو سردين فارسي بالتصيرة تونيزيان اون صوص الجيريان اللي هي شتيتها. شتيتها سردين حسب اللي نعرف اللي هي سردين اون صوص، فيها حاجات سبيسيال، الثوم، الرند، الملح، الفلفل الاكحل، الفلفل العكري، هذيك هي الصوص تاعها نتصور هكا. وراح نطلب منك تزيد لنا شربات. شربات شربات. اوكي اوكي اوكي، شكرا محمد، شكرا. المايسترو الشيف العجب الو العراقي جاح يطيب السردين به بمصارنو، شبيكي نذكركم التحدي تاع اليوم هو ستيت حسردين، والمايسترو قال لهم زيدوا لنا شربات. شربات تاني؟ ايوي. جبك التونسي جرح راه يا لي كيف ما حملش الدم. السلام عليكم. كيما نقولوا سال الدم سال الهم، جات العين في صبعي ما يسالش نورمال. غوزمون دكتور رشيد راه سيغ بلاص. ايه بصح بعد يدك ما ناكلوش شطيط حاد الدم. مش موارف بهم الصغار، موارف الكبار. وفي نفس الوقت نو زوطخ كونديدا راهم خلوي وراهم معاها غير بالعقل. ايه ما تنساش كاين شربات تاني تا. اه وي. اي سباغيتي. ايه بصح واش دخل السردين مع سباغيتي؟ ما فهمتش. العراقي راهو مع السردين وما فهمناش واش يدير. ما فهمتش ويد لك في السردين الهدف تاعو، والله ما فهمت. سباغيتي قلاها كيلي فريتي. تونسي مالغري مبليسي بالصح راهو يافونسي في الخدمة. أوه جا سويلح. سرك يا الغافل وقرا حضرك لا تبين سرك للغير. نسبون لذي الكلام والحيط بوذني برا 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 برا. ما عجبت ليش خوي السردين عجبت لي والله. ما عضحك شوي يا فراحك دعما يشغف أنا يطلع المورا الروحك شغل نويك دانها. أنا يشوف أنا كنت نحكي لك تبكي، أنا كنت نحكي لك على روحي تبكي تبكي. شو انا تغدرت لي الفلوكه تاعي الله يذكرها على خير، سميتها قنيد لات فلوكه. خلاص شحال كنت تبيع الخبز وراني انت هاي الحمد لله. مات في المراه زوج ولادي ثاني ماتوا، بعت عليا الدار ولاباس الحمد لله يا ربي. وسي خونا قاسيد وباكا كيفاش تقول انت الهم طاح عليا يا صاحبي المخورات الله يجعل غير واش طماطيش ما سردين. طماطيش وعلى هذيك صوص طماط وذي التستيره تنصيب تصديره تستيره 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 او تستيره تعرف علاش يقولوا تستيره؟ عم بالي تصديره. شو كيف وعدني ما يسمع جمله نسطروها معناتها. كيفاش سطروها؟ لا لا ما نعرف. بس كيما الكفتاجي تعرفوا الكفتاجي؟ نعرفه هو كفتاجي زوز كاكر قطعها قطعها فوالا. باش نعملوها محشيه تستيره هي التقطيع. باش نعملوها تاعنا باش نعملوها محشيه في الفيلي تاع السردين. ايوا إيه لا باس لا باس. وهذيك ما هذيك الصوص نتاعها شكون شتاها؟ شتيتها عملناها عليها شتيتها تعاوني نموت عليها مبتكره شويه مخبيزه طاجين وتبات غمس صباطيه يدخلوا حتى لهنا يا الطبسي. نغمق خويا نغمق البنه العجوز الله يرحمها يا عزر القصبه فهمت وسط الدار الله الله بالقواس كذا والميداف والفواره و... يا ماتي ايه وذكرنا مع التسطيره
شربتها مع التصدير كل نهار وبالغتو. تعرفها تا خبي سرك يا الغافل وقرا حذرك لا تبين سرك للغير الناس طول في الكلام والحيط بوذني برا 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 تعرف هذه تعد عمان الله يرحمه ما تطولش عليك يا خويا وما تنسى ليش الفلوس اي بيجي خلصني في سردين اي عطيتني اقل من كيلو يا خويا شبيك خلصني يا خويا اسمع انا نقول لك انا ما نطقش ونعرفك ما نعرفك محمد علي تاع تونس سبحان الله اي يا تهلا خويا ها عمرك على 80,000 راني نسالك 80 البلا باش نعطيه لك يسوى اكثر من خلينا البلا راح يذوق المايسترو انا خاطيني انا راح ناكل غير هكذا كانت تسمى شو كيما نقولوا احنا بنا بكذا بالذوق مصلح الله موت وكذا وكيما نقولوا كيفاش راك مدوزن كيف راك مبلونجي داخل هنايا خاطيني ماشي سبيشاليتي تاعي هاي اوكي بعد نتحاسبوا بعد ان شاء الله انا ما فلي يقول لك الحساب تحت التوته على بالي هذيك نازك هذيك اللي راهي مليح أنا نازك ياسين من فلسطين 38 سنة متزوجة أنا ولا مرة في حياتي تعلمت الطبخ ولا مرة فت على مدارس طبخ الطبخ تعلمته من أمي الله يخليها لأنه كان دايماً بتحكي لنا تفضلوا معي على المطبخ لأنه بتحكي أنه الله يطعمنا اليوم الضيوف فلازم كلنا نطبخ معاها وبابا كمان كان بيحب كثير العزايم فلازم نتعلم الطبخ أنا بحب كثير اسمع الشعر خصوصاً شعر بابا لأنه كنت دايماً أحس أنه في أشعاره بيخليك تحب الوطن بيخليك كأنك دايماً لازم جواتك عايشة فلسطين فربيت على هالشي أنا سمعت أنه قناة سميرة عاملة كاستينج للطبخ فحبيت كثير أشارك خصوصاً أنه في كثير دول عربية وخصوصاً أنه حكونا أنه هو طيب جزائري وإحنا كفلسطينية كلنا عندنا علاقة كثير غريبة ورهيبة يعني مع الشعب الجزائري فلازم حتى الفلسطينيين اللي جوات الأراضي المحتلة يتعلموا الطبخ الجزائري لأنهم أكيد رح يحبوه كلهم أنا بدي فوز مشان عيلتي مشان عيلتي ياسين مشان فرح أبي وأمي وفرح حماتي كمان وفرح جوزي وإن شاء الله كلكم تفرحوا معي يا رب أنا جيت مشان فوز لأن الصعب في الأرقام لا يكسر ولا للضم لا للطرح لا للضرب لأني من ذرة زيتة وطين القدس من طيني فلسطين الحالة راهي تغلي خويا تغلي في المقلة الله أكبر يلا تفضل هذه قلية فلسطينية يا خويا الله 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 سردين يا تقول ماشي قال لي بعثوا لك هذا لا بغيت تقول ماشي تاعي سبحان الله العظيم انا اللي بعثوا بدمه يا خويا هذوك راني نشوف فيها بزيت وانا راهي الحاله راهي ترون هنا درتيها مقلية ما درتيش شطيتها لا شطيتها بس بعدين نرجع للصوص الحمراء بعدين الله يعاونك تسلم حاج ما تقول لي والو راني عصبي راني عصبي ومقلق منك ما كان والو يا راجل ما كان جبت لي سردين مش منظف خجلتني قدام المايسترو كيف مش منظف المفروض انتوا اللي تبيعوا السردين تنظفوا وتنطوا للمواطنين تساهلوا وياهم شويه انا من البحر يدك خويا ربي معك ان شاء الله هذه كيفك دايره شغل استرحى سردين مثومة ولا شيء برجع سردينه تشبه السردينه حبيت شويه اغير الفكره هو بالعاده يعملوا كريات حاولت شوية أسوي فكرة جديدة واستخدمت على شكل أصابع صح منين ذاك العين تخدع منين ذاك العين تخدع شو هرب خاش تقدر تشوف شوفة وتذوق شوفة واحدة أخرى صح كيما يقدر لو كونترير منين ذاك تشوف حاجة عيانة بصح بنينة شو كيف ما نجموش نحكو حتى نذوقو إن شاء الله إن شاء الله ما نحكموش حتى نذوقو خويا راك معايا خويا عليه أيوا واش راك دير ثما واش راك دير ثما يا روح بالك الأقجار ان شاء الله ما يصروا ما يحملش يا اخي القجار والديزور الله 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 راهو الدريس تبع هذه هي اللي قلت لي عليها هذيك النهار هذيك اسمها لومي بصره يا يما
هاي دخل نومي بصرة مع شتات حسردين الله يجعل الخير. لا لا مش شتات حسردين. لا لا وحدة. هذه شغلة ثانية. شغلة ثانية لباس. شغلة ثانية هذه. لباس لباس. شغلة ثانية. أنا جاب لي ربي الحالة ريم ليها أنا والله واحد. إن شاء الله إن شاء الله. وشني شوية النقار أو يخص النقاء. هاني هاني معاها. يمزين النقاء لو كان يبقى. إن شاء الله. وهنا يمزين الوسخ لو كان يتلطخ. الله أكبر. الله يعاونك خويا محمد. خجلتني. على يلطخ ومانيش عارف. لا ما نقص ربك بشيء. معلش انت قلبك شي. نضحكوا مع بعضنا بعض شوية. نضحكوا ما يخالف. الله يعاونك حبيبي. ما ناسي شي؟ ها؟ ما ناسي والو. خلاص من بعد. بوسو. يما 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 يما. بوسة جزيرية فوق خد عراقي. با 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 واحد. الله يعاونك محمد. الله يحفظك. شكرا للحاج. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. يا مرحبا. برشا محلاها تستيرة تونسية. تونسي بهاد لاكسيون هذه محيرني يا والله غادي شتافلي في نتاع كينغ فو يا راه يخدم في لافون برا وي مليح سبور في رمضان شبيك محمد علي تونسي من دوك بدا دغيساج اما نازك هذا وين جبدت السردين من المقلاة نازك المارغارين معليش بصح اللوز علاه الله ما فهمنا والو انا كيفاش نعرف شتتحا سردين نعرفها بطريقه تاعنا الجزيريه دوكا كي ولاد في الروز والجوز هذا دخل وما نعرف واش انا هنايا ما نقدرش نعبر حتى ندوق بصح واش بالنسبه لي انا هذه ما عندها حتى علاقه مع شتتحا سردين سردين بالروز واللوز انا تاني والله ما فهمتش مين شوفوا بالكش ما راح تبهرنا بكشف كلا جديدة إن شاء الله إن شاء الله وعلاش الإعلام أما العراقي راهو مدخنها من كل جهة وديجا بدا يبريباري في الشربات هذاك واش خصو غير الشربات بدا باش تتحسد ليه ما فهمتش على بالك واش هو يدير كاع في الشربات لاسيد سيتريك الكولورون نومي بصرا راه واحد لي زيبيس واحد والله ما فهمت واش راح يدير تما كي سردين شربات مصارنو عمرها شرجعها نو كونديدا بداو يطاكيو الدريساج مي تونسي راه محيرنا دريساج فوري عاد بنا مع على بالي العراقي وشنو هذا شربات ولا تجربة كيميائية ما من ذكرى مع الشربات وزعما تعرف وأنا ست يعني بشوي يعني ما فيش عندي قوة زيهم فعملت شوي زي ما بيحكوا القليل دائما بيكون طيب يا رشيد يا أخويا فكرتني فيها مات زمان يا أخويا رشيد هذيك الشربات اللي كانت بكري كيف دايرة يا أخويا يخدموها في الديار على بالك ماني الله يرحمها كانت دير لها من القرفة شوية من الفوق القرفة في الشربات أنا شربتها ما زادت البنة تاعها دوك في فمي شوف لي ياسمين هذا كيف لوطي فوق هذيك الشربات شوف يا خيتها بارك الله فيك هذوك الله غالب دوك راهي بالصاشيات هذاك هو أحمد العراقي راهو يدير الشربات في الصاشي تفكرت حومتي بوفاريكي التونسي دريساج من الكبار أما العراقي العراقي ما داش دريساج ميساج او جال مايسترو نقدروا نقولوا بلي خلاص الوقت خلاص الوقت فرات ساعتين باش طيبون خمسة أربعة ثلاثة زوج واحد خلاص يا اللي تدير في السماء يا اخويا يا محمد الله ينورك اخويا بارك الله فيك لاباس محمد ان شاء الله تكون ايوا خلاص هاي فرات ان شاء الله فرات دوك وجد روحك الدوق الا تقدر سورتو تاع محمد واش نديرو زقيت على المايسترو اليوم روح ندوق واش نديرو هيا روح ندوق يا ليك هيا ليا اليوم هيا خو نو كونديدا داروا له عليهم وقتها ندوقو
واش دوق سي سويلة؟ اي والله كيف ما نذوق يا رشيد، كيف نجيب السردين من البور وكذا وانا حالتي حاله وبعد تاني ما نذوقش. مي جاب لي ربي جيت تخدم. ايه الخدمه كيما قال لك ضرب زوج زبوش بحجره نذوق ونخلص وناكل. نبداو يبا 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 هيا نبداو. محمد علي من تونس. محمد علي من تونس. تربت هاي تبان هايله ها؟ راهي تبان. الله الله. باش تحكم السردين لازم تدير الويفي. كل روح رياضية. يلا نبداو. أي يلا تلا لاربي تلا مايسترو. عرفت منين تبدا تسمى حكمة الطراف. الله 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 بسم الله. يا نورمال مو هذي بكاش مرسو تاع خبز كذا وطبيعه. الله 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 الله. اوي سردين يا هاي بسم الله. هيا وش رايك جوج؟ مش نادر. المايسترو محمد علي، خرجنا شويه من الموضوع الطيب الجزائري. ايه ايه عملتوا باللمسه نتاع بلادي وعملت تشتيت. انا عطيتك الصوص وعطيتك السردينه وعطيتك كل شيء ومن بعد تقول لي خرجت من الموضوع. نزيد ندوقوا الشربات. طلب عطاونا مرسو خبز. راني حاب ناكل الشتيحه هذه تاعك بالخبز. عطاناك 100 خبز. الله ينورك بارك الله فيك. هاي العذراء شربوا الشربات قبل. عطيك ندوق الشربات يا ربي نشرب. واقي الصراحه مازال ما فطرش. اصبر مازال دو كونديدا ومازال الشربات. شاهدني لاصوص هذه خويا محمد. الو واش رايكم في الشربات؟ حطيت فيه الحليب محمد علي. الحليب تدلو لوكو تاع الشربات. ما تصورش ايترا ماء زوز مغارف حليب باش يبدلوا لوكو تاع جو. المايسترو اليوم على الصون بيدي. ايه هذه هي صح. هنايا والو قتلتو بهذه على بالك مرمتو الراجل. عندك الحق يا سويلاح شتيتها تاع التونسي فور بالبزاف. نازك تفضلي من فلسطين. تفضلي يا نازك. واش راك تشوف سي سويلاح؟ شربات كم يا برك. أنا ذي وحدي ما تكثيني. نازك راهي تتقشف. معليش. نبداو؟ يلا. إيه يدخل فيها الروز واللوز و... يا حجر هاي الحالة مشارجة. يلي داير على الصحن جزائري وجوا الصحن الرز فلسطيني. بدك تاكل اليوم فلسطيني تنزل الرز وتاكله بالمرق الجزائري. خلط فلسطين مع الجزائر. برافو ناس. اي والله الجزائر سطين يعني. الجزائر سطين. الجزائر سطين. الجزائر سطين. هاي الهضره. البنات عشت حرايه ما تبقاش غير في الماكله. فكانت سعادتي اليوم كثير كبيره لانه حسيت خلاص انا تعلمت الاكل الجزائري. ها واخيرا. كيف حكايه الشربات تاع نازك؟ على حسب لاكولور تبان شربات. القارص راهي كيف كيف كيفاش هجمت.
برافو نازك. شوف ما بدكم تذوقوا المخ تاعكم يحبس بالله. تعجبني هكذا تعجبني مشغول تاع معايا على حسب الكوستو. يا خويا شربت هايله. بون شويه مقربه بصح لاباس. لا لا معليش. برافو نازك. ودوكا بقى لنا العراقي. محمد تفضل خويا تفضل. انا جاي الحاج. شنو هذا؟ شطيط حامين كوكب المريخ. سي اوغيب. محمد. نعم. وشنو هذوك الفصاش؟ شربت. كيفاه؟ وعلى ما درتهاش في الطاس. انا شفتهم من الاسواق الجزائريه الشعبيه كلهم يشالين الشربت برمضان. كيفاش راح نسير به هذا الشربت؟ اسمح لي مي هاد العراقي فريم كريزي بالمقص. عندك حل ثاني؟ انا ماكو حل ثاني. لا لاباس. حنا باش كيشروها في الساشيات ما نروحوها للدار من بعد باش نفرغوها في طاس باش بسم الله. ايوا طرش كاع المايسترو. هذا داها لبيير ريشار. سامحني. سلامات. لا 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 باشا لا باشا. عذروني. تطرشتك بالصحة والهنا إن شاء الله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. وكيف هذوك نبداو بالشربات ولا نبداو أنا على عبك أنا تلفت لي دوك على بالك. ندوق السردين. إيه. ونجوزو الشربات. أي يلا يلا. هذا عندي شوية هذا. هذي نورمالمون ما كلا فرشيطها لو كان غير باللقاط وكان كليت تقدر تدوق هكذا. بسم الله. على حسب الشوفة عجبو الحال سويلاح. منين ذاك الصبعي هذا يشجر يسطر. محمد. نعم. هذه شطيطحة ولا دولمة ولا سردين وكيفاش نقدر نحطوها يعني واش سميتها؟ الصوص الشطيطحة موجود بالوسط. وهي سردين بالمرق. اعتقد هذا تفسير الشطيطحة عندكم انه السردين في المرق. حامضة بزاف بزاف. حامضة بزاف وبزاف. وبزاف. ثلاث بزافات. ثلاثة حسيت سويلة. أنا والله بعد البلا يا خويا. سرديني هذا أنا اللي جبته. إيه. ما نقدرش نظر فيها الشر أنا. سرديني يا خويا. سبحان الله. صافي واش تقول؟ أنا مصباح وأنا رافدها يا صاحبي مطور بالجيبة حتى لهنا مع تالين كريتيكا. بنينة. اسمح لي بصح بنينة. المايسترو مع احترامي يعني أنت أعتقد اللقمة اللي ضقتها كانت كبيره بزاف بزاف يمكن شميتها يمكن ما قطعتهاش صغيره او يهضر لك بالمجاز بالعاني واحد يقصد صغيره قال كبيره ممكن تذوق يعني واحده اصغر منها شويه اذا هذا تتفضل علي حبيت يعني على لازم النقاط اوكي ماشي مشكل انا ما عشان لازم تكبر اللقمه فهمتني مع الصوص ماشي جاب لي ربي ما عجبتوش كي دوز انت تما كي تفكر تدوزين راه يرقق يعني فايق ولا هذه واش طماطيش هنايا ولا واش حامضة بزاف 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 يا نقصت واحدة كانوا ثلاثة على بعض كان لازم تدير شوية تاع السكر في الطماطم أنا بالنسبة لي ما أحب أعالج مشكلة الحموضة بالسكر ما مقتنع بها إحنا بالعراق نحب الطعم اللي فيه حموضة شوية وأنت طلبت لمسة عراقية هذه هي الإضافة لمسة عراقية شكرا 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 عفوا والشربات هيا ندوق الشربات بسم الله محمد برافو 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 يا بابا يا بابا شعر تحلالي كي شكر تحلالي خد صح اه ولك حاجة يا محمد تفضل حاج ان شاء الله هذه الخطرة انا بالسردين وانت معايا بالصاشيات ونخدموا على رواحنا بالك شما تدير الرغبة يا محمد خلاص
خوش فكرة حلوة. إن شاء الله يا ربي. إن شاء الله. بارك الله فيك وكما كما يقولوا يسلامه. يسلامه عنده يدين الله يبارك. إن شاء الله. ألف شكر لك. شكرا شكرا شكرا. شتيت حسن الدين حمدة وشربات حلوة. يعطيك الصحة محمد. واش أسوي لحك مع الشبكة تاعك؟ يا رشيد خويا يا والله غالب فهمتني الفلوكة دها البحر بابا ضحوا لي بناتي من وذني على بالك علاش نديروا نحنا احنا في الوذن. ايه قول لي معناتها راه ما عندنا العزبات في الدار هكذا باش في الحومة الا كاش كاش عريس مرحبا به. قلت لك راحت لي الفلوكة القنيد لا تغرقات بقات لي غير الشبكة مالك ما قال لك ارمي الشبكة في البحر وبكي على الزهر هذه واش كيف عقل يوم مع التسويله تاع الجماعه كيفاش محمد علي دار مجهود كبير أيه. اليوم دار مجهود كبير حبي يدير ان كرياسيون وجاب لي ربي مع لا بريسيون راحت له تقدر تصح وشربت ما لقيتش فيها بنت المسار على بالك واش قال لك قال لك درت مغيرفه تاع المسار هو دار ان جو دو سيترون وزيد فيه شويه تاع الحليب نازك شفتها خرجت من الموضوع مي كي دقت لاصوص والسردين دارت وشطيتها ولاصوص والروز ولا غير بنا لاباس لا بنا وشربت تاعها هاد اللمسه تاع الهيل انا عجبتني بزاف الهيل تما الهيل مع المزهر يا بابا يتلاقاو في زوج عباد كي شغل الفل والياسمين واش نقول لك خونا محمد يا خويا خونا العراقي اليوم انا في السردين بزاف دار طوماطيش تاع الباطا شتو ديجا كي كان يقلي لي طوماطيش تاع الباطا زدت له طوماطيش تاع الحب لاسيد سيتريك في الشربات ولاسيد تاع الطوماطيش نو مي الشربات يا خويا تحفها هاي لا كلمه الاخرى راح تكون ان شاء الله للمشاهدين تسمى المشاهدين هما اللي راهم رايحين يصوتوا يحبوا يصوتوا كما نقولوا على محمد علي من تونس ولا على ناسك من فلسطين ولا على محمد من العراق هذيك هما يدبروا رسالهم يا اخي هكذا هذه هي تسمى واش احنا الحاله هذه الحاله اللي لحقنا لها هذه تاع الشربات في الساشيات انا هذه اللي شويه خدمت لي ان شاء الله نروحوا للقزادر ولا شويه قريعه ثانيه قريعه تاع تاع السجاج ولا هذه الحاله واعره هذه كما قال لك واحد حاله هذا الزمان المشوم معمر بالغش والغشوم القبيح ردوه كل قمقوم والعاقل لحوه في اللوم مول المال سيد القوم كي يكذب كلامه معلوم الطمع رجع شي ملزوم والنهب ما هو سر مكتوم لا حال يبقى ولا يدوم ليك يا تراب كل مردوم كثير نساو ذاك اليوم نهار المحشر المزحوم تصيب قوم من ورا قوم وينجبد الكتاب المزموم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صوتوا لي ووقفوا معايا في الـ في الـ في البرنامج هذايا وان شاء الله ان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله رمضانكم مبروك ونحبكم برشا 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 الى الشعب الجزائري زي ما نحكي احنا الى كعبة الثوار وقبلة الاحرار انا بوجه كلمتي لكل واحد فيكم صوتوا لي صوتكم راح يفرق كثير معي راح تكونوا انتم مصدر سعادتي صوتوا لنازك من فلسطين. أنا فرحان اليوم بشطيط حسردين هذه الأكلة الطيبة الجزائرية وفرحان بالشربات اللي عجب المايسترو وعجب الصويلح من أجل الشربات ومن أجل شطيط حسردين صوتوا لي. التصويت رح يكون عبر الأسماس لمحمد علي من تونس أرسل واحد لنازك من فلسطين أرسل اثنان لمحمد من العراق أرسل ثلاثة. الأرقام التالية تحت تصرفكم والكلمة الأخيرة ليكم.